مشاهدينا نتابع معكم في متابعة خاصة وتغطية شاملة للذكرى 10 لثورة 30 من يونيو، تعقيبا على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة. ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر. أستاذ محمد، لعل العنوان الأبرز لثورة 30 من يونيو كما أشار الرئيس في بداية كلمته هو إعادة تأكيد وحدة الوطن تحت هويته المصرية. كيف ترى هذا العنوان لثورة 30 من يونيو؟ يعني خليني أقول لحضرتك في البداية كل سنة وحضرتك طيبة وكل المشاهدين طيبين وكل المصريين يا رب بخير بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة استعادة الدولة المصرية، استعادة الوطن. زي ما حضرتك ذكرتي كده إنه العنوان الأبرز هو الحفاظ على الهوية المصرية. الشعب المصري لما خرج في 30 يونيو استطاع أن يسترد هوية هذا الوطن، استطاع أن يعيد الوطن المختطف لمدة عام من هذا التنظيم الإرهابي. خليني أقول لحضرتك يمكن الكلمة اللي استعرضها السيد الرئيس النهاردة كان فيها مجموعة نقاط مهمة، وهو التأكيد على دور الشعب المصري في استرداد الوطن والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على الهوية المصرية من حالة انتشار ذو التفتت اللي كانت بتستهدفها هذه الجماعة الإرهابية بتفتيت الدولة. الحفاظ على مؤسسات الدولة وتثبيت أركانها كان هدف أساسي يمكن ده حافظ عليه المصريين في خلال الفترة اللي فاتت، وده اللي خلى مصر النهارده في وسط هذه المنطقة التي تموج بالاضطرابات دولة آمنة مستقرة بتقوم بأعمال تنمية في كافة مناحي الحياة. يمكن ده أيضا إشارة أشار بها السيد الرئيس لدور الشعب المصري أيضا في التنمية والبناء هذه المعركة المهمة اللي قام بها المصريين بعد 30 يونيو. كمان الإشارة إلى الدور المهم للقوات المسلحة والشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب. يمكن ده كان تحدي كبير جدا للمصريين، لأن المعركة في مواجهة الإرهاب كانت من أشرس المعارك. صحيح. يمكن مصر هي الدولة الوحيدة اللي قدرت إن هي بفضل الله سبحانه وتعالى قام قواتها المسلحة وشرطتها وشعبها اللي ساند الشرطة والجيش بهذه المعركة إن هي تنتصر في مواجهة الإرهاب. مفيش دولة على مستوى العالم قدرت إن هي تنتصر في هذه المعركة بما فيها الدول الكبرى. خلينا أقول لحضرتك كمان يمكن عملية التنمية والبناء دي كان هدف من أهداف ثورة 30 يونيو مع استعادة الدولة، ويمكن شفناه ده في كافة مناحي أو في كافة قطاعات الدولة المصرية بدءا من الصحة والإسكان والبنية التحتية والتعليم، وكمان الهدف المهم اللي كان من يمكن في بيان 3 يوليو اللي شفناه وهو التأكيد على ضرورة انه يستفاد من القدرات الشابة اللي موجودة لدى المصريين، واحنا الشعب المصري يعتمد انه هو شعب النسبة الأغلبية فيه من الشباب. صحيح. وده يمكن شفناه في خلال الفترة اللي فاتت. خليني أقول لحضرتك كمان يعني ذلك رأيناه يا أستاذ محمد من خلال المشروعات التنموية العملاقة، لكن دعني يعني أسترجع ما تفضلت به في البداية، الاستقرار الذي تنعم به مصر وسط منطقة تموج بالاضطرابات، هذا الاستقرار ربما يعني ثمنه كان غالي كما ذكر الرئيس، ودفع ثمنه أرواح غالية من أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة. في رأيك إلى أي مدى هذه المرحلة التي عاشها مصر وشعبها جعلته الأقدر على تحمل المسؤولية وأن يكون لديه قدر من الوعي في تحمل التحديات التي واجهها الوطن؟ هذا الأمر أيضا أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرا إلى هذا الجيل وما يعني حضره من أحداث جعلت لديه القدر الكافي من الوعي. يمكن دي كانت من أخطر وأهم المعارك اللي مرت على الدولة المصرية، معركة مواجهة الإرهاب، لأن في معركة مواجهة الإرهاب لم تكن المعركة مواجهة مسلحة فقط، لما كانت مواجهة فكرية أيضا. في حالة نشر شديد جدا واستهداف شديد جدا لعقول المصريين من خلال ترويج الشائعات في الوقت اللي كانت فيه القوات المسلحة والشرطة بتعمل مواجهة أمنية لهذه العناصر. يمكن كمان الحرب اللي كانت في مواجهة الإرهاب حرب مختلفة، البعض مننا يعني كان أول مرة يشوف هذه المواجهة، وفي جيل تحمل هذه المسؤولية. شفناها في عدد الشهداء من الأبطال من أبناء القوات المسلحة والمصابين من مصابي العمليات العسكرية اللي تمت
في مواجهه هذا التنظيم الارهابي. شفنا ده كمان في وعي المصريين بحجم التحدي اللي بتواجهه الدوله المصريه وهي بتقوم بهذه العمليه. خلينا اقول لحضرتك انه ده فقل وعي المصريين ومنحهم القدره على ان هم يقدروا يميزوا ما بين الغش والثمين، ما بين انه اي محاوله لاستهداف الوطن وكيفيه التصدي ليها. دي كمان يمكن من النقاط المهمه واللي زي ما بنقول انه عملت حاله تحصين حقيقي لدى الوعي المصري. النهارده بنشوف حجم وعي موجود في الشارع المصري في الحفاظ على الدوله وثوابتها ومرتكزاتها. ده اللي احنا بنشوفه النهارده، وده نتيجه مهمه لثوره ال 30 يونيو اللي بتعبر عن انتصار اراده المصريين بشكل حقيقي. والنهارده المصريين بينتصروا مره ثانيه على مواجهه التحديات اللي واجهوها في خلال الفتره اللي فاتت، وان شاء الله باذن الله تتوالى انتصاراتهم على مواجهه هذه التحديات ونوصل للنقطه المهمه اللي دايما هدف استراتيجي بالنسبه لنا، ان مصر فعلا تبقى قد الدنيا. صحيح يعني، وهناك مجالات تشهد تقدم سريع لتحقيق نعم. هذا الهدف أستاذ محمد، يعني رئيس ذكر عدة مجالات التطور فيها متسارع ومتوقع أيضا له مزيد من التطور، البنية التحتية على سبيل المثال والطرق والنقل. إلى أي مدى هذا الملف كان من أبرز الملفات التي يعد من أكبر الإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية؟ شوفي، عايز اقول لحضرتك انه اي دوله عندها رؤيه وعندها طموح ان هي تبقى من الدول الكبرى وتبقى ليها تواجد حقيقي وسط الدول الكبرى لازم يكون عندها بنيه تحتيه قويه. ده اللي قامت عليه الدوله المصريه في المشروع القومي الخاص بالطرق، واللي شفنا فيه ان ما تم انشاؤه من شبكه طرق على مستوى الدوله المصريه النهارده نقل مصر نقله كبيره جدا من دوله كان ترتيبها 181 لدولة ترتيبها 29 على مستوى العالم في جودة الطرق. النهارده مش يعني جودة الطرق دي مش مجرد ان انت بترصف طريق بس، لا، انت النهارده بتبني بنية تحتية حقيقية علشان توفر فرص استثمارية، علشان تقدر ان انت تروج لمناطق استثمارية موجودة يعني في يعني حول شبكة الطرق، بتعمل نمو اقتصادي حقيقي موجود على ارض الواقع. النهارده مع التطور اللي تم في البنيه التحتيه شفنا كمان اشاره الرئيس للمشكله اللي كانت بتؤرق المصريين، مشكله المناطق العشوائيه والمناطق صحيح. الخطره اللي كانت بتشوه صوره الدوله المصريه واللي كانت بتعبر وكانت تشكل خطرا على يعني تشكل خطر بكل تاكيد في هذا القطاع. اعتقد انه الانتهاء او اعلان مصر خاليه من المناطق العشوائيه والمناطق الخطره ده في حد ذاته تاكيد على انتصار الدوله المصريه، وان احنا قدرنا في القطاع ده ان احنا نحقق نقله كبيره جدا جدا، المصريين كانوا هم الابطال الحقيقيين فيها. صحيح، التحول من مناطق غير امنه وغير مخططه الى مدن سكنيه متطوره وحديثه تليق بحياه المصريين. اشكرك جزيلا الاستاذ محمد امين، رئيس تحرير مجله اكتوبر.